مساكم الله بالخير وحياكم الله كل مشاهدين تلفزيون الكويت، اهلا وسهلا فيكم في برنامج ديوانيه التلفزيون. اليوم حلقه مميزه ما شاء الله، كلها دكاتره مميزه. بس اول شيء شوف دكتوري الحبيب كابتن فوزي، مساك الله بالخير. شو التليفون مكسر؟ لا لا انت حاط حرتك بالتليفون. انت التليفون خلي التليفون. انت الحين مالكم صاحب؟ عسى ما شر. عسى ما شر خير. يعني قبل يومين ما يمديني طلعت من المحطه. ايه؟ محطوني اي شيء طبيعي. هذا انت هذا طبيعتكم يعني؟ اتلف ظهرك هذا طبيعتكم. مو انت صاحب هذه المقوله؟ لا 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 بالعكس، انت صاحب المقوله. انا صاحبي اللي قدامي صح، لكن اذا مبارك ببلال يعني قصدك اليوم كله ازرق من فوق لتحت الا الجوتي حمر. ما شاء الله تبارك الله. شفته والله عبالي اشاره مرور مقلوبه. انت ما تدري ليش؟ ليش يحب يمشي بالليل؟ اي وساعات يصير الشارع ظلمه، فهذا يصير فسفوري يعكس يعني ما يندعب. اي هو يخرعون فيه. ما يندعب. قال 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 كرم الله سامع الجوتي يمشي بروحه. اليوم طبعا في بدايه الزحمه مالت الشوارع. اي زحمه شوارع؟ يوم الجمعه ماكو زحمه. هذا ايش حقه متاخر صاحبك؟ ما ادري، عنده 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 ميتنج رايح للمباركيه يبي دشداشه. ماني قايل اليوم معانا ضيف مميز دكتور بدر العنزي، باحث علمي في برنامج الغذاء والتغذيه في معهد الكويت للابحاث العلميه. مساك الله بالخير دكتور. مساك بالخير طال عمرك. شلونك؟ طيب ان شاء الله. الحمد لله طيب، شكرا على الفرصه. حياك الله دكتور. انا بفاجئ كابتن فوزي في واحد من ابحاثك اللي نعم. هو نبذه عن المشروع الاول، معرفه الاساس الجيني نعم لصفه مقاومه الحراره أمراض للدجاج المحلي. نعم. شنو هذا المشروع؟ الله يسلمك. أنتم عارفين الدجاج المحلي عندنا حاطينه بالسطوح إنه عادي. أي. وعادي ما في شيء. حنا نتأثر بالحرارة وما يتأثر صح بالحرارة. صح. فهذه ميزة جينية للدجاج المحلي، وعلى أخص الدجاج من سلالة الفيومي. عنده قدرة كبيرة على مقاومة الحرارة وعنده قدرة كبيرة على مقاومة الأمراض. لكن المشكلة محنا عارفين ما هو الأساس الجيني لهذه المقاومة. فالبحثنا بنعرف الأساس الجيني لهذه المقاومة، ليش الدجاج المحلي وعلى الأخص الفيومي عنده هذه الظاهرة مقاومة الحرارة. عنده قدرة يعني على عنده قدرة يعني عنده مقاومة الحرارة ومقاومة الأمراض. مع الأسف معظم الدجاج اللي يستخدم بطريقة اقتصادية من السلالات الأوروبية. مثلا في دجاج نستخدم اللاحم أكثر شيء يسمونه كورنش كروس، أما الدجاج البياض أكثر شيء يسميه وايت ليج هورن. فهذه سلالات أوروبية ومنتجة ما حد يقدر يقعيش. تمام. بس مع الأسف لأنها سلالات أوروبية الربح الاقتصادي لما نسويها في الكويت يكون أقل، لأن لازم تكييف ولازم يعني ما تقدر تعيش في الجو هذا لازم أو تطول يعني. لازم الشركة تستثمر في البنية التحتية. نعم. عشان تستفيد من قدرتها الإنتاجية، لكن مقاومتها للأمراض ومقاومتها للحرارة مو ذاك. دجاج المحلي وعلى خص الفيومي يقدر يقاوم، بس من كبياض أو كلاحم مو ذاك الزود. فياريت نقدر نعرف الأساس الجيني للدجاج المحلي في هذه المقاومة عشان نقدر عن طريق التزاوج نخلق سلالة جديدة من الدجاج عندها الصفات الأوروبية من ناحية لاحم أو بياض، لكن عندها قدرة جيدة في مقاومة الحرارة ومقاومة الأمراض. هذا أول مشروع. هذا المشروع اللي أنت قاعد تشوفه. نعم. بس أنت فاجأتنا في سالفة أن الدجاج الموجود عندنا دجاج فيومي، معناته هذا نسميهم حنا الدجاج العربي. العربي. بس ترى في سلالات كثيرة في الدجاج المحلي. بس الفيومي كسلالة أكثر نقاوة. شنو نقصد نقاوة؟ أن لما نزوجها يطلع نفس الشكل. أي. لكن معظم السلال الدجاج المحلي اللي عندنا سلالته مو نقيه، فساعات يطلع لك ملون ساعات يطلع لك ابيض، فهذا دليل. فعشان تبي تسوي بحث جيني لازم تبدا بسلاله نقيه عدل. نعم. والفيومي بسهوله تشوف نقاوته، وايضا درس بس بشكل ضئيل من ناحيه هذه الصفات اللي احنا نبيها. طيب هذا ليش يعد سابقة علمية في الكويت وعالميا؟ لا هو راح تكون سابقة علمية في الكويت وعالميا إذا قدرنا نعرف الأساس الجيني. احنا الآن بدينا في هذا المشروع. أنت بديت في هذا الأمر. بدينا بالمشروع، وإن شاء الله خلال سنة راح يكون عندنا بعض الجينات المرشحة اللي ممكن تكون هذا هو السبب. وش يصير في هذاك الوقت دكتور؟ بعد يعني ما أنت الآن قاعد تبحث في هذا الأمر. نعم.
اوكي، وصلت الى نتيجه البحث اللي عد سابقا عن نعم مثل ما تفضلت. نعم. شنو راح يصير في هالوقت؟ مثل ما قلت لك، بس نعرف شنو هذا الجين نقدر عاد نسوي تزاوج مع الدجاج الاوروبي اللحم والدجاج الاوروبي البياض. ها، وبعدين بدل ما تكون العمليه اعتباطيه نقدر نتبع الجين وين يروح، فنقدر نختار الابناء والاحفاد من هذا التزاوج اللي ماخذين الصفتين، صفة بياض مع مقاوم الحرارة أو بياض مع مقاوم الأمراض، وصفة لاحم مع مقاوم الحرارة أو لاحم مع مقاوم البياض. بس هذه الخطوة الأولى، لازم تعرف شنو هذه الجينات عشان تقدر تتبعها. صحيح. خلال الأجيال. دكتور، خلينا نتكلم عن المشروع أو الفريق المشارك معاكم في هذا المشروع. نعم. عندنا شوية. والله شوف، ما في ايد تصفق الحاجة، ما في شيء. والبحث العلمي الان اصبح اكثر تشعبا، يشمل كثير من المتخصصات. فانا مثلا تخصصي جيني. تمام. دكتوره سجى فخر الدين جزء من المشروع، تخصصها الاحياء الجزيئيه. الاستاذ ناصر الخليفه تخصصه زراعه. ساعات الدكتور محمد خاجه يساعدنا، تخصصه الذكاء الصناعي. ف لازم يكون الفريق متشعب اكثر من فريق، ما في احد يقدر يشتغل بالحالة. ما في شك. نعم. طيب. نجيب مهارات متعدده تثري المشروع البحث العلمي. طيب، انا شويه بروح للمستقبل شوي دكتور بدر. نعم. وقلنا انت ما شاء الله حققت هذا الانجاز، وكسر حققوا هذا الانجاز. نعم. واكتشفتوا الاكتشاف هذا وتم التزاوج. ايش كثر المده اللي انتم قاعد تشوفونها كفوركاست ان هذا يكون دوميننت حق السوق الكويتي؟ لان هذا يبي له تزاوج ويبي له شغل ويبي له انتشار، اذا انا فهمتك صح. نعم. علشان نعم. فعلا نحظي بالبحث العلمي اللي انت قاعد تصبو له. عاده انتاج سلالات جديده يستغرق وقت كبير. أي. لكن بسبب الثوره في علم الجينات احنا راح نقصر هذا الوقت. حلو. اذا كل شيء صار تمام. نعم. بعدين لازم اوف كورس الجدوى الاقتصادية. صح. مع الجدوى الاقتصادية. صح. رغبة المستثمر المحلي في الاستثمار، مع أني أظن أننا راح نقدر نلقى، إذا نجحنا نقدر نلقى مستثمر عالمي، لأن مشكلة النفوق الدجاج من الأمراض أو من الحرارة أصبحت مشكلة عالمية. يعني مثلا من سنتين مينيسوتا يعني خسرت ما يقارب. صح. 50% من دجاجها البياض، انتشر فيها إنفلونزا الطيور. صحيح. فما أقدر أعطيك ديدلاين بهذه الفترة. صحيح. اللي يصير، بس نقدر نقول لك إذا كل شيء ماشي تمام، وإذا مول المشروع من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لحد الحين المشروع ما مول، تمويله داخلي من معهد الكويت للأبحاث العلمية، في خلال 4 أو 5 سنوات نقدر نعرف الأساس الجيني، وبعدها 5 سنوات أخرى لتشكيل السلالة الدجاج الجديدة. كيف سعادة مؤسسة الكويت التقدم العلمي دائما تعطي تمويل لأبحاث لها يعني جدوى اقتصادية كبيرة حق دولة الكويت وأيضا جدوى علمية؟ فأعتقد أن عندكم القدرة في كسر أن لإقناعهم في هذا الأمر، لكن شنو الخطوات المطلوبة حق هذا الأمر؟ أنت تقول ما مولونا، ولكن يمكن راح يمولونا بعد ما تخلص الشيء. وأنا مؤمن أن التمويل الناجح لازم يبدأ ببيانات أولية. نعم. لأن أنا كنت أشتغل في جامعة أمريكية فترة طويلة، أنا في أمريكا 23 سنة. ما شاء الله. وين درست دكتور؟ أنا تخرجت من جامعة ييل في أمريكا، هم أعطوني منحة دكتوراه، وبعدين اشتغلت في جامعة كالتك أكثر من 10 سنوات. يعني 23 سنة كنت في أمريكا. أنا رجعت الكويت 2017. في أمريكا عادة من أحد الدروس عايشين على المنح. أيه. فأحد الدروس. صح. اللي تعلمتها حط preliminary data، حط بيانات أولية. صحيح. فالتمويل الأولي من كسر يسمح لنا بخلق البيانات الأولية اللي تقنع كيفس أن هذا المشروع يستحق التمويل. وظنتي راح نقنعهم. أوكي. نعم. طيب، هل ممكن إنجاز مشروع مماثل من دون تعاون علمي بين باحثين ذوي خبرة مختلفة؟ والله مثل ما قلت لك، فريق البحث عندنا في هذا المشروع كان فريق متشعب الخبرات. نعم. وصعب جدا تخيل إنجاز هذا المشروع بدون التشعب في الخبرات. نعم. اللي هو المطلوب، الإيد واحدة ما تصدق. صحيح صحيح. نعم. نعم. كيف تم تمويل المشروع يعني، وأهمية نشر اللي قصدي في المجلة التابعة لجامعة أكسفورد باليوكي؟ هذا مشروع ثاني. أي. المشروع أنا هذا المشروع الثاني مال الذكاء الاصطناعي. مال الذكاء الصناعي راح نعرج عليه الآن. أي. إن شاء الله. مشروع الذكاء الصناعي صار في ثورة كبيرة في علم الجينات، فنقدر نعرف تركيب الجيني لأي عينة خلال شهر، ماكو مشكلة. بس المشكلة انك كأنك تفتح جريدة صينية، في معلومات بس انت ما تعرف صيني.
فأحد الطرق لمعرفة ماذا تعمل هذه الجينات اكسرها وشوف شو يصير. فإذا كسرت جين ألف وطلع مثلا المخلوق لا ينظر، الاستنتاج المنطقي أن جين ألف له دخل في النظر، صح؟ صح. إذا كسرت جين باء وأصبح المخلوق غير قادر على السمع، شنو السمع؟ لكن مع الأسف أنت ما تقدر تروح تكسر هذه الجينات واحد ولا الثانية، مكلفة العملية اقتصاديا، أيضا ما تقدر تسويها في الإنسان. فكان هذا المشروع أن نقدر نستخدم الذكاء الصناعي للتنبؤ إذا كسرت جين شنو تكون النتيجة. أوكي. فكان التنبؤ بسيط، إذا كسرت هذا الجين هل ما يصير شيء؟ التنبؤ الثاني إذا كسرت هذا الجين هل يؤدي إلى مرض؟ التنبؤ الثالث إذا كسرت هذا الجين يؤدي إلى إماتة لا سمح الله. ونجحت النموذجة، فقدر نموذجنا من الذكاء الصناعي يتنبأ شنو نتيجة كسر هذه الجينات وتأثيرها على الصحة العامة لأي مخلوق. فنتائجنا كانت جيدة في الإنسان، نتائجنا كانت جيدة في ذبابة الفاكهة، في فطر الخميرة، في الفأر الماوس، وكلها مخلوقات مهمة للتجارب العلمية. هذا المشروع مولته الأمم المتحدة، لم يمول من قبل الكويت، ما شاء الله. مول من قبل الأمم المتحدة، ونجحت نتائجه ونشرناه في مجلة باينفورماتيك، وهذه تعد مجلة رقم واحد في مجالنا اللي هو أوكسفورد. اللي هو مجال يعد كومبيتيشنال بيولوجي، يعني بيولوجيا الحاسوبية، فلا تأخذوني إذا كان درجة مسائل. فهذا مشروع ثاني، هذا مشروع مختلف، وهذا المشروع أنجز. طيب دكتور، عفوا دكتور، الذكاء الاصطناعي اختصر عليكم الوقت يعني من خلال كلامك هذا، يعني هل يختصر الوقت؟ بصراحة مو بس يختصر الوقت، في بعض الأشياء مستحيل إنك تعملها بدون الذكاء الصناعي، لأن عندنا قاعد تجينا كمية. المشكلة الآن في الكثير من العلوم، قبل كانت مشكلتنا قلة البيانات، بالضبط. العين مشكلتنا كثرة البيانات تصبح فوق طاقة البشر لتحليلها. الذكاء الصناعي يقدر أن يحلل هذه البيانات، تمام. فإحنا وصلنا إلى مرحلة من قبل، يعني لما أنا رحت كطالب خريج كانت مشكلة شلون نطلع طريقة جديدة لإنتاج بيانات جديدة. الحين لا، مو هذه المشكلة، يعني المشكلة عندنا ملايين البيانات وما حد قادر يحللها. الذكاء الصناعي يقدر يساهم في العملية، واختصر عليكم كثير من الوقت، ترى كثير من الوقت. نعم. وساعات مستحيل العملة بدون الذكاء الصناعي بصراحة. فمعناته بدون الذكاء الصناعي الخبرة، أو الخبرة أحيانا ما تفيد، لأن أنت تحتاج إلى عامل الوقت، عشان تحتاج الوقت، لأن time is money، فأنت تحتاج الوقت هذا إنه يكون مختصر علشان تحقق الإنتاج أو النتائج. والله إذا أنا عطيتكم الانطباع أن الذكاء الصناعي إذا ماجيك بولت، يعني رصاصة سحرية، مو صحيح، لأن ساعات أخطاء رهيبة يطيح فيها الذكاء الصناعي. أوف. فعشان الشكل يعني شوف، ليس هناك يكون داتا إنبوت غلط؟ لا، لأنه هو قاعد يطلع الداتات كبرها عدل، بس ما يفهم. لا دير بالك، ترى هذه مختلفة. دير بالك، لا هذه مو. فخليني أذكر مثال في جين مثلا اسمه راس. هالجين هذا إذا كسرته يصير خلل في تكوين الجنين. لكن الجين هذا إذا خليته يشتغل زيادة على اللزوم يصير عادة سرطان. لكن لما تروح للذكاء الصناعي تقول له حل، ياخذهم يخلطهم اثنينهم مع بعض. فاذا انا اعطيت انطباع ان الذكاء الصناعي وصل الى مرحله انه يقدر يشتغل الحاله بدون تدخل الخبراء، لا صعب. من تجربتي الشخصيه، احنا اضطرينا انا والدكتوره سجى والدكتور محمد خاجه والاستاذ ناصر الخليفه ان ندخل مانيولي ونغير هذه الاشياء، عشان نقول له لا، البيانات هذه انت حاطها في الخانه الغلط. هذا تايم كونسيومينغ. والله بصراحه مقارنه بالطريقه الاوليه ستيل السيفنج كان بكثره، بس فعلا قضينا 6 اشهر في تنظيف، نسميها كلين اب، تنظيف البيانات قبل لا نعطيها للذكاء الصناعي. طيب ممكن أنت ذكرت بعض الأسماء، ممكن تكلمني عن الفريق المشارك معك في هذا المشروع؟ دكتور محمد خاجة هو دكتور خبير في الذكاء الصناعي، ما شاء الله. وكانت فرصة جيدة، لأن لما تعينت في كسر من 2017 كنت دائما ودي أشتغل بالذكاء الصناعي، وشفته وقلت يلا تعال خلنا نشتغل مع بعض، واشتغلنا نتوركت. يعني الدكتورة سجى فخر الدين خريجة من جامعة ويسكونسنز. على فكرة يعني لازم أقول هذول الأشخاص، سجى فخر الدين، محمد خاجة، ناصر الخليفة، أروى العنزي، فعلا من خيرة الباحثين. أنا طبعا جتني فرصة أني أشتغل في جامعات جدا قوية، فأنا عارف يعني what is a good quality. I have to لازم أعترف أن هم
quality is superb. يعني لازم أقول إن الشباب هذولا قادرين على المنافسة في البرامج البحثية في جامعات كبرى إذا أعطيوا الفرصة. صحيح. طبعا هنا وهنا مربط الفرس. صحيح. صحيح. إذا أعطي الفرصة. إن شاء الله. إن شاء الله دائما يعطونكم الفرصة حصل. الواحد يعني بالكويت إحنا نحتاج إلى هذا العبارة اللي أنت ذكرتها. نعم. إعطاء الفرصة هو أهم شيء. نعم في كثير من العراقيل بس نعم. إن شاء الله يعني الأمور تتسهل. طيب شنو الجديد مستقبلا من الأبحاث حق الفريق دكتور؟ الجديد الآن طبعا حنا مشروع الذكاء الصناعي مثل ما قلت لكم كان في تنبؤ ثلاث أنواع تنبؤ إذا كسرت الجين هل ما في شيء؟ صحيح. إذا كسرت الجين إماتة أو إذا كسرت الجين يصير مرض بس زين المرحلة الثانية شنو هذا المرض؟ حنا ما أي فالحين قاعد نطور الذكاء الصناعي أوكي أنت قلت راح يكون مرض هل المرض هذا شيزوفرينيا؟ هل المرض هذا سرطان ثدي؟ هل هو سرطان في القولون؟ والنتائج الأولية بصراحة جدا تبشر بخير. ما شاء الله. فإذا نجحنا في هذا المشروع إن شاء الله وحنا كتبنا وهذا أيضا رح نبحث الكيفاس وأتمنى كيفاس يسمعون ويمولونه. أكيد راح يسمعون. هذا أيضا مشروع ثاني. هذا مشروع ثاني. اللي هو بناء على مشروع الأمم المتحدة. أي نعم. أي. مع الأسف مشروع الأمم المتحدة ما رح نقدر نطلب منهم تمويل ثاني لأن إجراءاتهم مرة واحدة تطلب تمويل خلاص. خلنا نعطي فرصة لغيرك. أي. فالأمل في المشروع الثاني. بما قلنا أوكي إحنا عندنا التراك ركد أثبتنا نشرناه وهذا ويعني والبيبر ناجح نعم. الآن مع المشروع الثاني هو أوكي أنت تقول مريض ما هو هذا المرض البيانات الأولية جدا مشجعة ف this is really a breakthrough الصراحة يعني أنا عندي المرحلة الثانية وايد أهم لا. بكثير وأحسن بكثير ومشجع لا فاجأتني إحنا نفسنا تفاجئنا لما سوينا أول شيء كانت مجرد يعني يا محمد خلينا نحاول خلينا نشوف يعني يلا خلينا نشوف فطبعا أول ست أشهر كان في مشكلة يعني لا صعبة لا خلنا نفكر فكان يعني قاضين نص يومنا أنا ومحمد خراجة وسجى فخر الدين بس على الوايت بورد نفكر لا في غلط هني لا في غلط هني لا نظف البيانات بس من أربعة أشهر بام النمذجة تمام والتنبؤات أكثر ما كنا نتوقع من الدقة فإن شاء الله وين تروح فيها؟ أول شيء بالتمويل أوكي لا 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 خلنا نتكلم إنه مثلا ياك اتصال راح نعطيك التمويل اللازم وين بتروحون فيها من أجل أول شيء طبعا حنا public domain صح حنا مو شركة طيب. فالتمويل والحكومة تبي منا انشر عدل. الأبحاث عدل. فأول ما نخلص هذا والنتائج ننشرها طبعا ومتوقعين نشرها في مجلة يمكن أحسن حتى من باينفورماتيك يعني. نعم. لأن this is a breakthrough يعني. صح هذا يعني. بعدين نشوف شنو المستثمر اللي يبي يستخدمها للاستشارات جينية مع جينية بكيفهم بس حنا مجرد ما ننشرها للعام خلاص يكون طلع من ايدنا يعني صحيح صحيح نعم وهذا هو النظام العالمي يعني صحيح بابليك دومين بابليك احنا مو شركه صحيح نعم. دكتور والله صراحه بس عندي سؤال واحد بس بعيد عن هالموال بس بدي تبي غير فيك جين لا 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 بدي خلي عليه بدي عادي مو مشكله حد في دياي اندونيسي دكتور ايه الأسود ليش أسود والدم أسود والعظام أسود والبيض هل هذا دم أسود يلا زين نعم هل هذا هناك تدخل جيني كان فيه هو هذا جين نعم في جين يخلي الصبغة السوداء هذه المفروض تنتج في الريش تمام بس صار غلط في التحكم في الجين في هذه السلالة وقام جميع أنسجة الدجاج قامت تنتج هذه الصبغة طبعا هو غلط هو هذا يعني مرض ما المفروض بس صارت ميزة والمربي رباه صارت ميزة دكتور الواحدة بألف دولار نعم يعني نعم. الخطأ هذا صار مصالح نعم. المربي هذا ومصالح اللي نعم سوى. نعم هو معظم الحيوانات المستأنسة اللي أشكالها غريبة هو خطأ جيني نعم. المربيين قال والله هذا خطأ جيني أنا استفيد منه ليش ما استفيد منه فمثلا صوف الخروف الخروف الطبيعي البري الغير مستأنس يكون صوفه بالشتاء وبعدين يطيح صوفه صحيح. بالصيف صحيح. الخروف المستأنس جميع الخرفان ما يطيح صوفه لأن المربي ما يبي صوفه يطيح بالقاع هو يبي يجز الصوف نعم القمح نفسه القمح البري مثلا حقيقة الأمر أول ما ينضج ينكسر الغصن وتنتشر البذور صحيح. لكن القمح المستأنس لا ما تنكسر يظل واقف لحد لما يجي الإنسان ويحصل نعم. وكل هذه تغيرات جينية الإنسان
اختارها وخلاها تنتشر. طيب انا فاجأتني والله فاجأتوني ان الاندونيسي نعم تغيير جيني تغيير جيني تغيير جيني بس ما منه فايده ياكلونه اذا هو كل انت تقول الدم اسود والعظم اسود واللحم اسود واللحم اسود نعم شنو فايدته ياكلونه يعني من ياكله انت تاكل انت تاكله ليش ما اكله أنا ما أدري أنا ما أدري شلون طعمه بصراحة. لا قول حق دكتور بدر. قول حق دكتور بدر. حتى البيضة. لا أنا أقول لك أفضل طعم دجاج دجاج فرنسي اسمه بوزيه. هذا رجولة زرقة بس أبيض. فهذا يعني ما يطلع من فرنسا لأن فرنسيين يعني هاي ديماند. ها؟ فأنا ذقته مرة فعلا كان شيء مو طبيعي. زين ايش رايك نطبخ لك دياي اندونيسية من كابتن حاضر فوزي اوكي حاضر صراحة اي لايك تو تراي بس هو عندك موجودة ولا لا لا والله مو عندي انا اكلتها هناك للأمانة لكن شلون طعمها لا طعمها لذيذ تحس يعني في فرق ولا ما في فرق مو ذاك الفرق وايد لكن اخف يعني ترى يمكن ما فيها دهنيات كثيرة مثل بعض الدياين اللي فيه نعم لكن وايد لذيذة فكرت عقب كلامك هذا اني اجيب لي انا ثنتين لا أيضاً عندهم, ايضا عندهم دجاج الضحاك يعني ما يقطع دجاج الضحاك عندهم ايضا في بس هذا في هذا موجود في اندونيسيا عندهم دجاج في دجاج موجود هذا في السرب اللي هو الصيحه طويله في انواع فيقعد يصيح صيحه طويله هذا كله تغيير جيني بعد هذا موجود في السلاله لم يفحصها احد الى الان ممكن جين واحد خربان ممكن أكثر من جين بس الغريب في الدجاج هذا اللي صيحته طويلة إن الذكر يقعد يصيح وساعات يغمى عليه مو راضي يوقف فيقطع يقطع نسمه ويغمى عليه لا يهذر لا يقرق فيغمى عليه نعم لا معود لا ينطبقون علينا بعدين خلونا ونسولف احنا ونتكلم بس هذا الدجاج الفرنسي اللي قلت ريوله زرقاء وهذا أيضا في إيه حتى لما تروح لفرنسا ويغلفونه لازم يكون الرجول زرقة موجودة عشان يعرف المستهلك أو هذا بزي بس فعلا من ألذ اللحوم اللي ممكن الواحد يذوقها والله عندنا كان دياي في البيت وديتش بس ديتش مسكين ديتش أول ما, ما, ما يصيح أو ما يذن إلا الفير ايه؟ الحين كل وقت تلوث بصري والله عندي أنا 4 دياي وديتش طردوهم من البيت من اللي طردهم قول حق دكتور بدر من اللي طردهم أم العيال أم العيال طبعا قامت كل 5 دقائق تقوم تبي تصلي على بالها أذن لا بس احتمال أن بيوت اللي جنبكم أيضا عنده دياي فهو قاعد ينافس ما احنا زي ما عنده منافسة على منو قاعد يصيح بسجل العالم يعني عقب ما طردوهم من الدياي من بيته لقوهم ثاني يوم معلقين كل واحد مسوي شوال من دياي يا ساتر يا ساتر دكتور بدر استمتعنا بالحديث وياك عسى الله يوفقك ان شاء الله وتلقى الدعم اللي انت تصبو له من أجل الكويت ومن أجل العالم إن شاء الله ألف شكر استمتعنا في الحديث وياك أنا جدا استمتعت شكرا كل الشكر دكتور شكرا خلكم معنا في ديوانية التلفزيون الكويت ورادي لكم نحط لكم دياية أندونيسية حق الله وعزمون إن شاء الله